بحوالي 70 كيلوغراما من السمك أسبوعيا يتلمس مهدي الجراية طريقه نحو الترويج لإنتاجه من سمك البلط النيلي الذي يعيش في المياه العذبة ومتوسطة الملوحة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في صفاقس. هذه باكورة إنتاج البلط النيلي بمعتمدية منزل شاكر، مشروع بعث منذ أكثر من عام ونصف وثمرة جهد وسهر شاب أحسن الجمع بين ما حصل من علوم ومعرفته بخصائص محيطه الطبيعي. المنطقة هذه فيها خصائص باش تخدم فيها النوعية هذه نتاع الحوت. المنطقة هذه فيها ناب فرياتيك قوية ياسر، والملوحة نتاعها تساعد السبيس هذه. وثاني حاجة فيها صفخة، الصفخة هذه تسمح لك باش تعمل الريجي نتاعك، فما مليو ناتيريل باش تصب فيه الفايض نتاع المياه نتاعك. وزاد المنطقة هذه أنا جيت مليان صغير، المنطقة هذه نعرفها بالباهي. هو أول مشروع في صفاقس يهتم بهذه النوعية من الأسماك، وهو الأول من حيث استغلاله للمياه الجوفية الغير صالحة للشرب. فتح الباب لمورد رزق لثلاثة آخرين في انتظار استكمال بقية عناصره. أنا تو عندي زوز أحواض ما قبل التسمين، زوز أحواض تسمين، وانا معناها في الليتيد نتاعي عندي 6 حواض تسميد، معناها مازالوا لي 4 حواض اخرين ان شاء الله باش نزيدو، باش نحاول باش ندخل انواع اخرين تاع حوت ان شاء الله، باش ندخل تو البوري في عامل له حوض تراب، معناها باسان دي تير، فهمتني. وعندي طموحات باش نستغل البلاصه، خاطر عندها طاقه كبيره نتاع انتاجيه، فما ثروه مائيه كبيره الانسان نجم يستغلها. مسيرة لا تخلو من صعوبات إدارية بالأساس وقانون عممت بعض فصوله حتى أغلقت باب المستجدات والخصوصيات. مازال عندي دوسي مع وزارة البيئة، مازال ما كملناش سكرناه. هما عندهم قانون يمشي على الدومين بيبليك، يديروا ليك الكل ملك العمومي للمياه، مش كيما شخص يخدم على بحيرة عذبة كيصب فيها ماء ملوحة نتاعو 7 غرام باش تتأثر البحيرة. أما كيف شخص يخدم على صفخة توصل الملوحة نتاعها 360 غرام في اللتر، معناها لتر ماء في الصفخة فيها 360 غرام ملح. كيف أنا نصب فيها ملح الملوحة نتاعو 7 غرام ماهيش باش تأثر الصفخة هذه، فهمتني. مش كيما واحد يخدم في نهر، مش كيما واحد يخدم على البحر، هما نورمالمون ياخذوا كابر كال لي دوسي، مش فما قانون يلزمو يمشي على لي دوسي الكل. مشروع مهدي في هذا المكان المحاذي لصبخة شاسعة هو بذرة حياة بدأت تغير المشهد الكئيب، والخطوة الأولى من 1000 ميل مؤشرات النجاح فيها تدعو إلى مزيد من الدعم والتشجيع.